ازيك يا طاهر؟ اهلا يا وحشني. اخبار هداياك الرقيقة ايه؟ شكلك كده وقعت على عصفور جديد. ده مش اي عصفور يا طاهر، كناريا وحياتك. الماز ولا دهب؟ لا المرة دي عايز الماز، بس اختار لي حاجة حلوة كده على ذوقك. طب اما تشرب قهوتك يكون انا لقيت لك حاجة. يا فتيح قهوة تركي على ريحة النادر بيه. السلام عليكم. معقول؟ معقول في جمال بالشكل ده؟ جرى ايه يا فندي انت؟ لو اني بي وابن باشا لكن مش مشكلة، كل حاجة فيكي بتقول انك البشوية نفسها. هو ايه اصله ده؟ دخلت محل سايخ ولا دكانة قلة حياة؟ يا هانم، السايخ والمحل وزباين المحل كلهم تحت امرك ورهن اشارة مني. لا بقى، ده انا باني هخلع الشبشب اللي في رجلي وانفضه على شعرك المسبسب لو كنت به ولا حتى باشا. الله الحقني يا طاهر. يا هاني وسهل، هو مين فيكم بسلامته يبقى السايق؟ انا يا هاني، لكن ده نادر بيه السمدوني. تشرفت. اتفضل نادر بيه، عم اجيب لك بيت الحاجة. شكرا. انا اللي ليا الشرف يا هاني، ولو اني يعني حكايه خلع الشبشب دي مش لايقه لا على الوش السمح ولا على الصوت اللي ارق من اعزب كمان جه. ولما انت به وابن باشا زي ما بتقول، مش تلم لسانك الشاطر في لضم الكلام على مخاليق ربنا؟ طب اعمل ايه بس؟ قولي لي اعمل ايه؟ ما هو اللي يشوفك وما يتكلمش برضه يعني يبقى ما عندوش نصر، بس من غير شبشب. اهو كده. ليه بقى تحرم الوش الصبوح ده من الابتسامة الجميلة واللي بتزيد النور على نور؟ لا ده احنا يزهر مش هنشتري صيغة في يومنا ده. فين السايخ المنايل على عيني؟ ما انا قلتلك يا هاني، ما انا قلتلك السايخ وزباين السايخ كلهم تحت امرك. يعني انت اللي هتبيع لي؟ ده انا يحصل لي الشرف. اتفضلي، دي هدية لأجمل ابتسامة شفتها في حياتي. هدية؟ بمناسبة ايه ان شاء الله؟ اعتبريها عربون محبة. لا بقى، يبقى كان عندي حق لما قلت هقلع الشبشب وانفضه فوق دماغك. تاني شبشب؟ وقبقاب كمان، ده انا بجد دخلت محل قلة حياة. نزلت. ثانية واحدة، انت زعلتي مني ولا ايه؟ انا ما اقصدش أي حاجة. خلاص حصل خير، بنقص المحل ده وبنقص الكردم من أصله. بس أنا ما رضيش بقى إنك تمشي وأنت زعلانة. قلت لك مش زعلان. طيب لو مش زعلانه صحيح، ممكن تقولي لي امتى وفين اقدر اشوفك تاني؟ قهوه فريكيكو، اطلع يا اسطى.